كريم نجيب بيقول لك: تفتكر يا كريم لو رحنا المحكمة الرياضية ممكن تعيد المباراة وبنسبة كام؟ لسه بنتكلم في المباراة ان هي تتعاد تاني. طيب بصوا يا جماعة، هو المفروض القرار الرسمي هيطلع بعد 48 ساعة. مش عايز اقول لك خد القرارات اهي، بس بفتكر يعني اللي هيطلع اعتماد فوز السنغال على المنتخب المصري وتأهله للمونديال. تمام، ادي اول قرار. القرار الثاني: تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ من 100,000 فرنك سويسري ل 200,000 فرنك سويسري نتيجة أعمال الشغب التي حدثت في ملعب المباراة. القرار الثالث: منع المنتخب السنغالي من لعب مباراتين بحضور جماهيري في أرضه. المنتخب ممكن وممكن. القرار الرابع: مضاعفة الغرامات المالية ولعب المباريات خلف أبواب مغلقة للضعف في حال تكرار الامر. بس وكل سنة هو ده اللي هيحصل. ده فوجة نظر، ده فوجة نظر يعني. بس هو القانون واضح وصريح. نعم، القانون واضح وصريح. ما فيش اي حادثة قبل كده قالت ان الظروف دي قالت ان الماتش يتعاد. ليه؟ ان واحد مفيش خطأ فني، مفيش خطأ فني في المباراة. يعني ايه خطأ فني؟ زي بالظبط كده المباراة اللي كانت ما بين تونس ومالي في كاس الامم، لما الحكم سكازوي راح انهى المباراة في الدقيقة 88، انهى المباراة رسميا واحنا شايفين التايم لاين عندنا 88. ساعتها الكاف ما عادش الماتش ده، ودي كانت برده كانت فضيحه بصراحه. ليه؟ ما كانش عنده وقت في البطوله، كانت بطوله مجمعه وما عندوش وقت ان هو يعيد الماتش. فالحكم دخل وقال لهم: يا جماعه بقول لكم ايه، الناس 5 دقائق، يلا البسوا وننزل نكملهم. والله ده اللي حصل. فالمنتخب التونسي قال له: لا مش هنزل. قدموا الاحتجاج، الكاف رفض. ليه؟ بجد والله رفضوا. ليه؟ عشان ما فيش وقت. لكن لو الموقف ده او الواقعه دي حصلت في بطوله تحت مظله الفيفا لازم تتعاد. ليه؟ ده خطا فني. لكن كل الاخطاء اللي حصلت في ماتش السنغال تتراوح ما بين استخدام ليزر ومجرد القاء مقذوفات داخل الملعب، وبالتالي ده شغب جماهيري. مفيش اي حاجه اثرت على مجريات المباراه. علي عجروم: اعتقد ان محمد صلاح مستواه اقل بسببنا، احنا بنهاجم اي حد مهما كانت مكانته لمجرد ما خدناش البطوله، بعكس فريق ليفربول اللي بيسنده وبيدعمه. رايك ايه في الكلام ده؟ يعني مفيش حد ساند صلاح اكتر من المصريين على فكره. بص يعني طب وطبيعي ان صلاح لما يوصل للمرحله دي هدينا لازم برضو هو كمان صلاح يتحمل النقد. يعني بالزبط. طبيعي يعني زي ميسي. ما ميسي مع الارجنتين يا خبر ابيض على اللي حصل معاه. ده طبيعي. النجم الكبير لما بيجيد الاشادات بتزيد قوي، لما ما بيجيدش ويبقى في بعض المشاكل الانتقادات بتزيد. هو لازم يستحمل دي زي ما بيحب ان هو يسمع الاشادات ساعه ما بيجيد. بس محمد نعيم: منتخب مصر يتأهل ان شاء الله، لكن الاهم نطور نفسنا لان ما عادش ينفع اخفاقات اكتر من كده في المنتخب. وده اللي احنا بنقوله يا محمد، ان احنا مش في حمل بقى وقعان تاني، مش في حمل خذلان تاني، احنا عايزين بقى منتخب مصري قوي جدا جدا.